25 هذا الموسم في الدوري، زائد 8 أهداف في دوري الأبطال. كريستيانو رونالدو الذي يبقى يصارع ويواصل تحقيقه للأرقام، كريستيانو رونالدو الذي يبحث عن رقم راؤول ب 228 هدف. كريستيانو رونالدو سجل 138 هدف في الدوري مع فريق ريال مدريد في 127 مباراة. هدف الريال، ياكو اسباس الصغير يعدل النتيجة للسيلتا فيغو ببراعة. تقريبا نفس الكيفية، الكرة سقطت أمامه، استلمها بيمناه وسدد ودار وسدد بيسراه، وهتافات وتشجيعات الأنصار. هاول الخلل مرة أخرى، التوزيعة، ثلاث لاعبين أمام ثلاث مهاجمين أمام ثلاث مدافعين. الكرة ضربت في المدافع بيبي وغلطت دييغو لوبيز، وهدف التعادل لصالح سيلتا فيغو. مباراة وكأنها بدأت الآن، كل ما فات قبل ساعة من الآن كان شيء زايد يعني. من أجل تسجيل هدفه رقم 26 كريستيانو، وخافي فراس، رونالدو وفراس، متقلق رونالدو، مقلق رونالدو، مقلق رونالدو، يسجل الهدف الثاني. كريستيانو يسجل الهدف الثاني، كان ينتظر في صافرة حكم المباراة عندما صفر، انطلق، سدد وسجل الهدف الثاني للريال، هو الهدف رقم 26 لكريستيانو رونالدو. وينك من الرقم 40 انت ميسي يا رونالدو؟ رونالدو يمنح التفوق لريال مدريد في هذه المباراة، مثل ما كان وراء تألق ريال مدريد وتفوقه في كأس الملك على البارسا وفي دوري أبطال أوروبا على المان يونايتد. وفي الظروف الصعبة رونالدو كان حاضرا وقال لعشاقه ولأنصار الريال ولمورينيو: أنا جاهز وحاضر، أنا هو صاحب المهمات الصعبة، أنا هو الذي 25 هذا الموسم في الدوري، زائد 8 أهداف في دوري الأبطال. كريستيانو رونالدو الذي يبقى يصارع ويواصل تحقيقه للأرقام، كريستيانو رونالدو الذي يبحث عن رقم راؤول ب 228 هدف. كريستيانو رونالدو سجل 138 هدف في الدوري مع فريق ريال مدريد في 127 مباراة. هدف الريال، ياكو اسباس الصغير يعدل النتيجة للسيلتا فيغو ببراعة. تقريبا نفس الكيفية، الكرة سقطت أمامه، استلمها بيمناه وسدد ودار وسدد بيسراه، وهتافات وتشجيعات الأنصار. هاول الخلل مرة أخرى، التوزيعة، ثلاث لاعبين أمام ثلاث مهاجمين أمام ثلاث مدافعين. الكرة ضربت في المدافع بيبي وغلطت دييغو لوبيز، وهدف التعادل لصالح سيلتا فيغو. مباراة وكأنها بدأت الآن، كل ما فات قبل ساعة من الآن كان شيء زايد يعني. من أجل تسجيل هدفه رقم 26 كريستيانو، وخافي فراس، رونالدو وفراس، متقلق رونالدو، مقلق رونالدو، مقلق رونالدو، يسجل الهدف الثاني. كريستيانو يسجل الهدف الثاني، كان ينتظر في صافرة حكم المباراة عندما صفر، انطلق، سدد وسجل الهدف الثاني للريال، هو الهدف رقم 26 لكريستيانو رونالدو. وينك من الرقم 40 انت ميسي يا رونالدو؟ رونالدو يمنح التفوق لريال مدريد في هذه المباراة، مثل ما كان وراء تألق ريال مدريد وتفوقه في كأس الملك على البارسا وفي دوري أبطال أوروبا على المان يونايتد. وفي الظروف الصعبة رونالدو كان حاضرا وقال لعشاقه ولأنصار الريال ولمورينيو: أنا جاهز وحاضر، أنا هو صاحب المهمات الصعبة، أنا هو الذي 25 هذا الموسم في الدوري، زائد 8 أهداف في دوري الأبطال. كريستيانو رونالدو الذي يبقى يصارع ويواصل تحقيقه للأرقام، كريستيانو رونالدو الذي يبحث عن رقم راؤول ب 228 هدف. كريستيانو رونالدو سجل 138 هدف في الدوري مع فريق ريال مدريد في 127 مباراة. هدف الريال، ياكو اسباس الصغير يعدل النتيجة للسيلتا فيغو ببراعة. تقريبا نفس الكيفية، الكرة سقطت أمامه، استلمها بيمناه وسدد ودار وسدد بيسراه، وهتافات وتشجيعات الأنصار. هاول الخلل مرة أخرى، التوزيعة، ثلاث لاعبين أمام ثلاث مهاجمين أمام ثلاث مدافعين. الكرة ضربت في المدافع بيبي وغلطت دييغو لوبيز، وهدف التعادل لصالح سيلتا فيغو. مباراة وكأنها بدأت الآن، كل ما فات قبل ساعة من الآن كان شيء زايد يعني. من أجل تسجيل هدفه رقم 26 كريستيانو، وخافي فراس، رونالدو وفراس، متقلق رونالدو، مقلق رونالدو، مقلق رونالدو، يسجل الهدف الثاني. كريستيانو يسجل الهدف الثاني، كان ينتظر في صافرة حكم المباراة
عندما صفر انطلق سدد وسجل الهدف الثاني للريال، هو الهدف رقم 26 لكريستيانو رونالدو. وينك من الرقم 40 انت ميسي يا رونالدو؟ رونالدو يمنح التفوق لريال مدريد في هذه المباراة، مثل ما كان وراء تألق ريال مدريد وتفوقه في كأس الملك على البارسا وفي دوري أبطال أوروبا على المان يونايتد. وفي الظروف الصعبة رونالدو كان حاضرا وقال لعشاقه ولأنصار الريال ولمورينيو: أنا جاهز وحاضر، أنا هو صاحب المهمات الصعبة، أنا هو الذي